طلع زين العابدين بأبي وأمي، هذا الرجوع الحزين بعد رحلة السبا المضنية، رجعوا من الشام قال احنا نرجع الى المدينة. فلهذا يعني انه لما وصلوا الى مفترق طرق وقالوا المدينة، هو كان قصدهم يروحون كربلاء من الاساس لان كان عندهم الرؤوس، انا حسب اعتقادي هالشكل. هذه رواية انه وصلوا الى مفترق طرق وقالوا للدليل الحادي انه مفترق طرق قال لهم طريق ودينا المدينة وطريق للعراق وكذا، قد تكون موجودة، لكن الأرجح أنه لا، إذا كانت الرؤوس مع زين العابدين إذا كان قصده أن يذهب إلى العراق بأبي وأمي، وبالفعل ذهبوا إلى العراق، ذهبوا بالطريق إلى أن وصلوا إلى الطريق المؤدي إلى العراق. الآن زين العابدين في مقدمة الركب إلى جانب منه إلى جانب زينب سلام الله عليها، وصلوا على مشارف كربلاء من بعيد. زينب هي كانت عايشة هنا أيام، صار لها 8 أيام قاعدة، فلهذا تعرف تلعات وأكمات كربلاء، تعرفها المنطقة الصحراء تعرفها. فما إن لاحت لها كربلاء حتى نادت وأخاه وحسينا، وظلت تمشي القافلة قربنا من كربلاء من القبور. زينب بأبي وأمي لم تتمالك نفسها، رأت القبور من بعيدها، فلذلك ألقت بنفسها. وهذا النعمان بعدين ابتعد عنه، هو من معه ابتعدوا عشان أخذوا راحتهم، يعرف كلهم نساء وأطفال يروحون على القبور بكي وصياح وكذا، فابتعد عنهم بعيد يحرسهم من بعيد، فلذلك لا بع محد وياهم غريب. حتى جابر ابتعد لمن عرف ذلك، ابتعد بعد ذلك عقب ما جاء وسلم على الإمام. زينب بأبي وأمي لما قربت من تلك القبور ألقت بنفسها من على ظهر الناقة، أويلي أويلي، خرت من على الناقة وتبعتها خوات حسين تتعثر وهتنادي يا خويا صار قبرك وين، جيتك باليتامى قعد تلقانا يا نور العين، ترار انت حلت عظامي ولا تشوف الدرب عيني، آه آه يا خويا دقعد احشي لك عن احوالي بهالسفرة، خذونا لليسر يا حسين خويا مشية القشرة، لابن زياد بالكوفة وجنايزكم على الغبرة، وعن شمالي يا خويا الروس منصوبة وعن يميني، أوالي أوالي أوالي، ترى ما تنوصف يا حسين حالة دشت الكوفة، علي مقيود بغلالة وأنا بالحبل مشتوفة، ها بوسط مجلس ونزينب وبالشمات محفوفة، ما ظنيت دهر الشوم الحالة يراويني. بعد ايش عندك زينب؟ قالت رحنا الشام، آي الشام ما ينحمل طارية يا خويا، يقصر لساني عن أهوال الشفت بيه، عساني موسدة بلحدي ولا طبيت وادي، أموتا كان أنا يا حسين وبلحدتي واريني، بعد ايش عندك يا زينب؟ قالت يا ابو السجاد والعيلة تراني تكفلت بيها، لكن اللي تموت بالغربة بعد اللي تقول لي اعذرني، ترى جيتك ها رقية ما جبتها، فلانة ما جبتها، فلانة ما جبتها، اللي ماتت بلبنان واللي ماتت بالشام واللي غيرها،
تقول لي يا ابو السجاد والعالة تراني تكفلت بيها، واللي تموت بالغربة ادور من يواريها، درب وعر والهزال يا اخويا من يقاسيها، تقوم وحشم العباس يا ابن امه وتلقوني، وصلت الى قبر اخي يا اهود من نفسي على تلثم تراب، اتقل اخويا اخويا انا جيتك وجبت الراس وياك، انا جيتك وجبت الراس وياي من السبا وكانت بيسلوى، خويا اقعد اقعد يا خويا وجلعت حماي بعدك صفيت بولية عداي، خويا راسك يا خويا تحيرت بيه انا ادفن بقبرك، لا اخلي لو اخذ لجدك وراوي واحكي له عن ضيم اللي طحت بيه بعد ذلك. ها معنا بيت ابن اسألك الدعاء، اخذت تلتفت قامت من على القبر تلتفت هنا وهناك زين العابد ملازم لعمته زينب، شافها تلتفت، عم انا اعرف وين تبحثين عم، قالت نعم دلني على قبري كفيل اللي جابني الى هالمكان، اخذ بيدها زين وهي مادة للقبور زين ما تعرفهم يعرفهم فقط زين العابدين، اخذ بيد عمته الى ان اوصلها الى المشرع، اهوت على قبر اخيها ابي الفضل العباس، جناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونه، وجبنا الروس ويانا ومنكم نطلب العون، لكن 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 الله يسعد قلبك، ها هالبيت هذا يقرح القلب، اوالي اوالي وراس حسين سمحوا لترائي مكسرة، سنون بطش الذاب كسر يزيد وتنظر عيوني، وظلت تصب الدمع ويتامها وياها تدور، للشريعة قاصدة تدور ابو فرج الغيور، لثمة تراب القبر والقلب بحزان يفور، قالت اقعد يا كفيل اللي طلعت بحضرته، آه يا نازلين بكربلاء، إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، اللهم بحق آهات زينب ودموع زينب وبحق دموع العلويات الهاشميات التي سكبت على قبر أبي عبد الله، اللهم فرج عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، بحق أسارى كربلاء فرج عن أسارانا، فرج عن أسرانا ومعتقلينا وأرجعهم إلى أهلهم سالمين، اللهم بحق زين العابدين مريض كربلاء، اللهم بحق زين العابدين مريض كربلاء شافي جميع المرضى، بحق مريض كربلاء يا الله، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، إلى أرواحهم جميعا وإلى موتى الحاضرين والمؤسسين وإلى موتى خدمة الحسين جميعا،
والشهداء والعلماء، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات عليهم.